أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل بغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا أبو فهد، حياك الله والساعة المباركة. واليوم طبعا راح نتكلم عن هذه الجريدة سنة 66 تاريخها، وهي 1966، اسمها الرياضة، أسبوعية رياضية مصورة، 15 قرشاً سورياً، تصدر بسوريا أبو فهد. الثلاثاء 26 تموز أي شهر؟ الله ما أدري. أي 1966 حين طلع بالفاصلة طلع. 26 تموز 1966 طبعاً أخبار عديدة، فوز العراق بألعاب القوة، ألمانيا تهزم روسيا بكأس العالم، كأس العالم اللي في إنجلترا. لماذا خسرت سوريا بطولة كرة السلة؟ نتيجة مشرفة لبطل سوريا مع سبارتاك التشيكي. طبعا بكرة الطائرة فاز نادي سبارتاك التشيكي في أولى مبارياته في سوريا على نادي اللاذقية بطل سوريا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. كان مستوى المباراة طبعا عالي. طبعا وعندنا خبر ثاني، وصلت ألمانيا إلى الدور النهائي في كأس العالم بعد فوزها أمس على روسيا 2-1، لتقابل الفائز اليوم بين إنجلترا والبرتغال. كانت كفة الألمان راجحة طوال الشوطين، وخاصة عندما أخرج الحكم شوتر الروسي، سجل هدف ألمانيا بدقيقة 38 من الشوط الأول، وأضافه بيكنباور. طبعا لا، الأول أول هدف الأول منه، ثاني بيكنباور. إيه الأول هالر مكتوب أو هالر، لا ما أعتقد، يمكن مكتوبه غلط. هان مولر يمكن، لا هان مولر ما لعب. إيه هال صح، سجل هال هدف ألمانيا دقيقة 38، بيكنباور هدف ثاني دقيقة 70، وقبل يعني قبل انتهاء المباراة بثلاث دقائق سجل الروس هدفهم الوحيد. نفس السيناريو اللي صار في المباراة الثانية اللي يقول عنها بين البرتغال وانجلترا. انجلترا تقدمت بهدفين بوبي شارلتون، واستطاع تغليص الفارق. أزيبيو هداف البطولة بتسعة أهداف من ركلة جزاء. فازوا 2-1 البرتغال، فازوا انجلترا على البرتغال 2-1، فازت ألمانيا على روسيا 2-1، وصلوا النهائي، والنهائي الشهير اللي انتهى برباعية مقابل هدفين لأصحاب الأرض في البطولة الثامنة، كأول بطولة تدخل خزائن الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه في النهائي بنتيجة 4-2. جيفت هيرست اللاعب الوحيد لغاية الآن اللي يحرز 3 أهداف في نهائي كأس العالم. نعم طبعا هذه الجريدة أنا السبب اللي خلاني أبو فهد أقتنيها هو هذا الخبر، نتائج مباريات الدورة المدرسية. هذه الجريدة تشوفونها طبعا مشاركة الكويت، يعني الدورة المدرسية هني رصيد الميداليات الدورة المدرسية حتى الآن. العراق 5 ذهبية 3 فضية 7 برونزية 16 ميدالية. الكويت شوف المركز الثاني، 4 ذهبية 4 فضية 2 برونزية 10 ميداليات. الثالث الجزائر، الرابع لبنان، الخامس سوريا. يعني شوف تقدم الكويت صحيح في ذلك الوقت على مستوى البطولات المدرسية العربية. فطبعا ما زالت دمشق تعيش مع أحداث مباريات الدورة العربية المدرسية الثالثة، ومع صبيحة هذا اليوم تبدأ مباراة الدورة في كرة القدم لتشهد ملاعب العباسيين والبلدي والجامعة دورة التنافس بين الأخوة العرب. كانت انتهت أمس مسابقات لألعاب القوة، وانتهت بفوز العراق بحصة الأسد وعن تسجيل أرقام قياسية جديدة. كما انتهت مباراة كرة السلة بفوز لبنان بالميدالية الذهبية، وسوريا بالميدالية الفضية، والعراق بالبرونزية. أما مباراة كرة الطاولة والسباحة فتجري مبارياتها النهائية مساء اليوم، وهذا وتبدأ يوم غد الأربعاء 7 مساء بطولة الجمباز على أرض الملعب البلدي لكرة السلة. شايك نطلع فاصل بغازي ونتابع بقية الحلقة. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا، فاصل قصير راجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل لتكملة بقية حلقتنا، وكنا مع جريدة أو مجلة سورية تصدر في سوريا وكانت وقتها سنة 1966. نعم، طبعا نتكلم بالتحديد عن نتائج مباراة الدورة المدرسية اللي شاركت فيها الكويت. صحيح. وحصدت فيها 10 ميداليات إلى تاريخ صدور هذه المجلة. وكانت ترتيب منتخب يعني فريق الكويت أو منتخب الكويت للمدارس المركز الثاني بعد العراق. اللقاء القادم في بغداد، تقدمت العراق بطلب بتنظيم الدورة المدرسية الرابعة في عام 1968. هي ظاهر كل سنتين مفايد لأنها 66. وصرح العميد إسماعيل رزوقي رئيس البعثة العراقية بأن طلب العراق قد طبعا وافق عليه بإجماع، وافقوا عليه رؤساء الوفود العربية. فإلى اللقاء في بغداد. خسارة قاسية لمنتخبنا الكروي في الصين. فاز يوم الجمعة الماضي منتخب الصين الشعبية على منتخب سوريا بكرة القدم بستة أهداف مقابل لا شيء. طبعا هذا بالنسبة حق طبعا ثمان دول تتنافس على بطولة الدورة بكرة القدم اللي هي بطولة الدورة المدرسية. تبدأ اليوم مباريات كرة القدم للدورة المدرسية. قسمت الدول المشتركة إلى مجموعتين، انضم يعني تضم المجموعة الأولى فلسطين والجزائر وعدن والكويت. شلون عدن؟ ممكن عدن من مدارس في اليمن. نعم. وطبعا تضم المجموعة الثانية الأردن وسوريا ولبنان والعراق. طبعا هذه بالنسبة حق التقسيم. سوريا والجزائر تتقدمان فرق في مسابقات السباحة. طبعا انتهت أمس أدوار تمهيدية لمسابقة السباحة في الدورة المدرسية، وظهر أن التنافس سيكون قويا بين أبطال الجزائر وسوريا. طبعا البطولات المدرسية في تلك الفترة كانت تعادل البطولات اللي هي على مستوى المنتخبات والأندية، لأن كان النشاط المدرسي في ذروته في تلك الفترة، وكانت هناك مشاركات، والكويت كانت سباقة مع أشقائها بالدول العربية في المشاركة في هذه البطولات. العراق تفوز ببطولة الدورة في ألعاب القوة. الكويت مفاجأة الدورة في مسابقات الجري. 3 ميداليات لسوريا فاز بها طبعا لاعبو الاحتياط. مدرب لبنان يقول: مدربكم أهدانا النصر واختيارنا طبعا جهة الملعب رجحت كفتنا. ومدرب الكويت يقول: التحكيم سيء الغاية. جميع البطولات العربية التحكيم سيء الغاية. طبعا خلينا نشوف الدول العربية ما يتقبلون ان فريق يفوز عليهم. طبعا هذا مدرب الفريق الكويتي بهجت ابو الخير فعلق على مباراة سوريا ولبنان، فقال: ظهر الفريق السوري في غير مستواه اللي بدأ فيه في الأدوار التمهيدية. طبعا تكلم وتأخر فريق الكويت، طبعا قال: إلى المركز الخامس أصابني بدهشة لا أعرف سببها، كنت أتوقع أن نحتل مركز أفضل. طبعا كل شيء بالدورة ممتاز باستثناء تحكيم مباريات السلة. هذه طبعا السلة حصل منتخب الكويت على المركز الخامس، وهذا طبعا تصريح بهجة أبو الخير فريق مدرب منتخب السلة المدارس الكويت طبعا في عام 1966 في البطولة المدرسية. صحيح. إيه طبعا هذه يمكن 3 لاعبين من الكويت يحرزون 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين. زين، هذه لازم نستعرض اسمائهم ابو فهد. طبعا احنا وصلنا تجوري الحين. تجوري خلاص احنا نستعرض اسمائهم الحلقة القادمة ان شاء الله، لانه مهم ان هذا توثيق مهم. صحيح. طبعا تجوري هذه صورة جميلة انا راح استعرضها. ابطال الوثبة الثلاثية على منصة تتويج، وهم من اليمين صباح باز من لبنان، احمد يمكن العجيل من الكويت طبعا المركز الاول احمد العجيل، فعبد الحميد طريجي طريفي من سوريا، وهو كاتبين احمد العجيلي بس انا اتوقع احمد العجيل ظاهر. اي هذه طبعا منتخب الكويت طبعا المركز الاول مع الصوره الجميله هذه. اعزائي المشاهدين نصل لنهايه حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات اخوكم فهد العبد الجليل، الى ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه ومع السلامه.